كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم اكرام ومرحبا بكم في ان نوفيل فيديو. وسلام حتى الدراري اللي كانوا كيشوفوا لا فيديو. سمحوا لي حيت ولفت ديما نقول سلام البنات. المهم هاد لا فيديو غادي تكون ان فيديو سبيسيال عمرني ما درت بحالها في القناه ديالي. غادي يكون ان تشالنج بيني وبين ما كوزين اللي هي بنت عمتي، عندها قناه في اليوتيوب زوينه بزاف وكنتمنى تمشيو تشوفوا القناه ديالها. وغادي نخلي لكم واحد الفيديو تعريفي باش تعرفكم بالقناه ديالها. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم مليكه من قناه ملوكه بيوتي، لا كوزين ديال اكرام. كنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي اللي هي قناه متنوعه. نخليكم نتوما تكتشفوا المواضيع اللي كتناولها. وكنقول لكم كذلك دخلوا شوفوا التشالنج اللي درت مع اكرام وشوفوا واش قدرت انجح ونطبق داكشي اللي حكمت عليا به. دونك ما تنساوش انكم تمشيو تشوفوا القناه وتشوفوا لا فيديو باش تعرفوا شكون اللي غادي يربح في التشالنج، واش انا ولا هي. وإلا كان عندكم يعني افكار ديال دي تشالنج اخرين اللي يمكن نديرهم انا وياها، ما تنساوش تكتبوهم ليا في لي كومونتير وديروا بوس بلو باش تشجعوني ونبداو لا فيديو. المهم هاد التشالنج غادي يكون ديال 4 ديال الحكمات. هي حكمت عليها 4 الحكمات وانا حكمت عليها 4 الحكمات. هاد الحكمات فيهم غير الماكله، يعني شي حاجه غادي ناكلوها. المهم دابا وجدت هذاك الشيء اللي حكمت عليا به، حاطه حدايا وصافي غادي نبداو والله يسخر. هذا الشيء اللي غادي نقول ها هما هنا وجدتهم. المهم حكمت عليا ناكل معلقه كبيره ديال الحرور. هذا الحرور حار بزاف، ما عرفتش تعرفوا ولا لا، كيتباع في السوبر مارشي حار ديال المعقول. ناكل بصله خضراء، ناكل كيويه بقشورها، وناكل معلقه ديال الفلفله ولكن بلا ما ندوزها لا بماء لا بوالو. دونك نبداو. انا ما عرفتش باش غادي نبدا، جوبونس غادي نبدا غادي نبدا بالفلفله بالحار. اخوي معلقه ولا لا. المهم هاي معلقه ديال الحار. بسم الله. يا رب. امتي امتي. دابا الا درت ندير بحال الدراغون خرج ليا العافيه وفمي. ناري 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 ناري، عمرني ما كلت في حياتي معلقه ديال الحرور. وكوك مهم. الحكمه الاولى درتها، برافو. ندوزو للحكمة الثانية اللي تنحس بمعدتي تتحرق. اش بغيت نزيد دابا؟ ندير دابا حنا غاديين في المعلقة، غادي ندير معلقة، ناكل معلقة ديال الفلفلة حمراء. وقالت لي يعني ما ندوزهاش بالماء. هاد الفلفلة عندي راه بودغ. هيا اليوم غادي دير ليا المعدة حالة. بسم الله.
ما قدرتش ناري، تنحس بروحي بتخرج. عرفتي ديك بيت السرطان سقات ليا مع الهاتي وطلعت ليا مع مناخري، ما بقيتش قدرت نسرت، ودابا مازال لاصقه ليا في الهاتي. يا ربي الله، هذه الحكمة الثانية ما قدرتش عليا. المهم الحكمة الثانية ما درتهاش حين تدفلت هذاك الشيء اللي بقى لاصقه ليا في سناني. ما قدرتش. الله يا ربي الله، بقى الحرور باقي تيطلع ويهبط ليا. المهم الحكمة الثانية زيرو او واحد، واحد على جوج. دابا ندوزو البصلة، البصلة المهم انا غادي نقسمها على جوج حيت ما عنديش نقدر نعضها هكا. كوك لا يا ربي الله، لا يا ربي أمل لوكاش بيتي عندي. بسم الله. ناري قلبي بيوقف. هذا بصلة مهم، بصلة راه مفيدة للصحة ولكن خضرة ما تنقدرش عليها. اجيو نشو عليا. معدي معدي اليوم، اليوم غادي نمشي لي زورجونس. الله يا ربي الله، باقي ليا نص. One eternity later. لا يا ربي الله، بغيت نعرف كي تيديروا دوك المصريين يفطروا بها. شوفوا عيني ولاو حمرين. ناري على منتي. قولي لي حتى نتوما واش خضروا تاكلوا البصله واش تاكلوها هكا ولا لا؟ عويناتي معدتي.
المهم نديرو خاتمته مسك الكيوي. هاد الكيوي كبيره. المهم قالت لي كولي كيوي بقشرته، ما عادش كي غادي ندير هاد القشره نسرطها. المهم غادي نجرب، غادي نقسمو. ريحه البصله غادي تبقى ليا في فمي شي شهرين. المهم غادي نقسمو على أربعة باش يجيني ساهل. دابا شحال درت ديال الحكمات؟ درت جوج قدرت نكملهم، وحدة ما قدرتش نكملها. ندوزو دابا للرابعة. بسم الله. المهم ما راه خليت فيه القشرة ديالو، عينيا بعدا. ولا لا بسم الله. المشكله القشره ديالته قاصحه، ما عاد كي غادي ندير لها ناكلها. الربع الاول ساليتو، الربع الثاني بقشرته باش ما تقولوش ليا غشيت. هذا صافا او موان بدا لوكو زوين. هبط لي هذيك هذيك الحرقه اللي باقا تطلع وتهبط. كملت النص، هذا الربع الثالث. ما عاد ناكلو كنزرب. جاب الله خليته هو الاخر، ندير خاتمته مسك. صافا القشره ديالته واخا هكاك تتكاد. المشكله ديالي انني ما تنقدرش نسرط دغيا، يعني خصني نبقى ندغ 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 مزيان حتى في الحياه العاديه. ما عندك حتى ندغ الحاجه ولوغو ديالها عاد تيتزاد. ساليت تشالنج. المهم شحال هما؟ أربعة ديال الحكمات. انا درت فيهم ثلاثة، وحده هي اللي ما قدرتش ديال الفلفلة حمراء بودر بلا ما بلا ما، هذيك هي كانت اصعب وحدة صراحة. البصلة واخا كانت صعيبة، ولكن المهم قدرت نكملها. الحرور حتى هو صافا قدرت نسرطو. ودابا عندي النقاط ثلاثة على أربعة. سيروا شوفوا ملوكة حتى هي، شوفوا اشنو دارت، واش كملت لي تشالنج، شحال نقطة دارت، ونشوفوا شكون اللي غادي تربح في الاخر. المهم اللي ربحات فهاد تشالنج غادي تحكم على الاخرى بحكمات يكونوا صعب. دونك خليو ليا في لي كومونتير
المهم كاع الحكمات اللي كتعرفوا وبغيتونا سويلا نجحت انا نحكم على بيهم سويلا نجحت هي تحكم عليا بيهم. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم ويكون تبدل شويه على الفيديو ديال لابوتي الماكياج الشعر. ما تنسوش انكم تشتركوا الا كانت هذه اول مره كتشوفوا القناه ديالي وتضغطوا على زر الاعجاب باش تشجعوني ونشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو بزاف راسكم. باي باي.